السلام عليكم مشاهدي الكرام، ومرحبا بكم في القناة ديالي. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون عبارة على اون تارت لا كريم سيترون مورينغي، او لا تارت بكريمة الحامض والمورينغ. غادي يكون تتمة الفيديو اللي حطيت في السابق. بقاو معايا ان شاء الله حتى الاخير باش نشوفوا التتمة ديال الوصفة. من بعد ما برد لينا العجين ديالنا تماما وارتاح، كنسرحوه بين جوج الورقات ديال البابي كويسون. وهنايا انا غادي نخدم بهذا لو كادغ، هذا حطيته وسط من العجينه وقطعت الاطراف بقطعه ديال البيتزا. وهادوك لي شوت اللي كيبقاو ليا في الجوانب كناخذهم وكنثبتهم على الاطراف ديال الاطار كاملين. كنسودي كل طرف من هادوك لي شوت بالطرف ديال العجينه اللي في الاسفل، حتى كيشد ليا تماما، يعني ما كتبقاش بلاصه معزوله على بلاصه. كندير هاد العمليه الاطراف كامله ديال الاطار، وكنراعيو ان البلاصه اللي كتكون مقطعه مقاده هي اللي كنديروها في الفوق باش كيجينا الحواف ديال لاطارت ديالنا كيجيونا مقادين. ونحاولوا ان هادوك العجينه اللي كنديرو في الاطراف تكون شويه سميكه، ما تكونش رقيقه باش ما تهرس ليناش في لو ديمولاج. دونك كنستمر بحال هكا حتى كنكمل الاطراف ديال الاطار كلها، وكنتاكد بان العجينه ثابته من جميع الجوانب. ومن بعد غادي ندير اون بتيت فينيسيون باش نقاد بها لاطارت ديالي من الفوق، وتجينا كلها في شكل مستوي. كنتأكد بأن كاع الجوانب ديال الإطار فيهم نفس الحجم ديال العجينة باش ماشي بلاصة تجينا يعني باش ماشي بلاصة تجينا طيبة بزاف محمرة وبلاصة لا. دونك هنا خديت واحد لاكورن وغادي نبدا كنفيني في هاد لي بوردور ديال لاطارت ديالي. ما عرفتش واش كتبان لكم مزيان، مهم انا غير كنحيد الزائد ديال العجين باش تجيني لاطارت ديالي مفينيه مزيان بحال داكشي اللي كنشوفو في لي باتيسخي، يعني ما كيكونوش فيهم عيوب. غادي نستمر بحال هكا حتى كنكمل. دونك هذا هو الشكل ديال لو فون دو طارت ديالنا. وقبل ما كندخلوا العجين ديالنا للفران، يا اما كنتكوه بواحد لافورشات كيف ما كيبان ليكم، او لا انا شخصيا كان نحط عليه واحد الورق اللي خاص بالطبخ، وكنتقل عليه باي نوع من انواع القطاني اللي عندنا في الدار. انا هنا درت شويه ديال اللوبيا، هاد اللوبيا كنخليها خاصه غير لهاد العمليه، يعني كنخليها نتقل بها غير لي فون دو طارت ديالي. هنا الكميه جاتني شويه قليله، غادي نزيد عليها واحد شويه، ندخلها الطيب ونتلاقاو من بعد. وغادي ندوزو دابا باش نوجدو لا مورينغ ديالنا، هي الاولى نحطوها دو كوتي عاد باش من بعد نوجدو الكريمه اللي غادي نفغسيو بها لا تارت. بالنسبه للطبقه ديال المورينغ، غادي نحتاجو ثلاثه الحبات ديال البيض. غادي نفرقو الصفار على البياض، وهذاك البياض ما خصها تطيح فيه حتى نقطه ديال اصفر البيض. الصفر غادي نحتاجوه للكريمه، والبياض كنعبروه
وشحال ما خرج لينا في الكمية كنديرو الضعف ديالها سكر سنيدة. فمثلا انا هنا عطاني 100 غرام ديال ابيض البيض، غادي نحتاج ليها 200 غرام ديال سنيدة مع واحد لو ساشي ديال لافاني باش نسمها. هنا غادي نخدمو مورانغ فرونسيز، هي اسهل انواع ديال المورانغ، ولكن الصعوبة ديالها كتكون غير في يعني غير في الطريقة باش غادي نطلعو البيض، لان باش كيتحول لينا البيض والسكر المورانغ سا بخون ان بو دو طون. هادشي علاش انا غادي نطلعها فوق من الباماغي. بالنسبة لي انا ما كان كومبليكيش الحياة، فكنخوي هذيك سنيدة ديراكتومون على ابيض البيض، كندير تحت منها واحد زلافة فيها المطايب وكنبدا كنطلعها. فهي التقنية الأصلية أننا كنطلعو أبيض البيض واحد شوية، عاد باش كنبداو كنزيدو هذاك السكر سنيدة على 3 دفعات أو 4، يعني حنا كنطلعو في أبيض البيض وحنا كنزيدو في سنيدة. فبالنسبة لي أنا كنطلعها بهذه الطريقة، ويعني كتطلع ليا يعني ما كتفسد لياش. فكنستمر بهذه الطريقة هكا 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 في الأول، السرعة كتكون متوسطة حتى كندوبو ديك الكمية الزنيدة، عاد باش كنزيدو في سرعة الخلاط. كنستمر في الخلط، ويلا برد لينا هذاك الماء اللي في لو بان ماغي ما نترددوش اننا نخويه ونديرو كمية اخرى ديال الماء اللي تكون طايبة. ويلا قدينا نديرو هاد العملية ولو بول ديالنا فوق البوطة، يعني ما كانش فيها لو ريسك، ما نترددوش. هذه هي لا ميرينغ ديالي، راها واجده كيف ما كيبان لكم. لو ميلونج الي بريون هكا خصو يكون، وخص لا ميرينغ تكون واقفه، وهذاك هو لو بيك اللي كيهضروا عليه في لاباتيسري او لف لا ميرينغ فرونسيز. هكذا خاصو يكون. ها هنا كنتاكدوا بان لا ميرينغ ديالنا راه ناجحه، لدرجه اننا الا قلبنا لو بول اللي فيه لا ميرينغ راه غادي تبقى في لو بول، ما غاديش تخوى لينا. هنا في هاد يعني في هاد الايطاب هادي، الا بغينا نبوشيو هذيك لا ميرينغ وندخلوها كطيب، فنزيدو عليها واحد المعلقه ديال المايزينا، ندخلوها في المورانغ ديالنا، نبوشيوها فوق من واحد البابي كويسون، وندخلوها الفران على اقل درجة حرارة حتى كتنشف لينا. وهنا كنتحصلوا على دوك لي مورانغ اللي معروفين. اوكي، هنا خديت لا مورانغ ديالي ودرتها في واحد لابوش، لابوش عندي شويه صغيره، قلبت على هذوك لي جو طابل ما لقيتهمش، لقيتهم تسالاو ليا، دونك خدمت بهادي واخا شويه صغيره، مي معليش. غادي نعمرها بديك لا ميرانغ ديالي، وانا هنايا من كنفعل بعد ما بهذوك عمرت لا ميرانغ هذيك ديالي في لاكورن. لابوش هاد لاكورن البنات كنفعل راه مهمه في الكوزينه داخل الصراحه، واحد كتنفعل لاكورن بزاف داخل الحوايج. الحلة هي كنكوبيو بها لي بات، كنسدو كن هكا البوش ديالنا يعني، بهاد الطريقة عندها بزاف هادي. الاستعمالات. شفتو واش كيبان شفتوني انا ليكم؟ في هاد لا فيديو راه خدمت بها تقريبا، كنسدو خدمت بها شحال باش من كونسا مني نكون يعني شحال من كنبوشي ايطاب. دونك ملي تجيني كنعمر القضية لابوش سهلة ديالي كنسدها وما نبقاش مدابزة معاه. باش نقعد ملي هنا كنبدا الطريقة كنبوش ما غنحط كنبقاش لابوش واحلة مع ديالي لا ميرينغ دو تطلع ليا كوتي الفوق ونبقى كل شوية حتى نفعل. نحتاجها. صافي، وكنحطها دو كوتي الى حين الاستعمال. بالنسبه للكريمه غادي نحتاجو 3 صفار البيض اللي احتفظنا بهم من لا ميرانغ، غادي نحتاجو 100 غرام ديال الشوكولاته بيضاء نوعيه جيده، غنحتاجو 75 غرام ديال السكر، ممكن اقل او اكثر، المهم هاد الكميه بالنسبه لي انا راه كتجيني هي هاديك. غادي نحتاجو لواحد لو بو ديال ياغورت ناتور بلا سكر، غنحتاجو العصير ديال الحامضه، غادي نحتاجو المعلقه ديال الزبده جيده،
وغنحتاجو لو زيست ديال هذاك الحامضه اللي عصرنا. غادي نحتاجو سي لواحد جوج ولا ثلاثه المعالق ديال اللوز اللي محمر ومطحون. غادي نحتاجو ثلاثه المعالق ديال المايزينا ونسيطرو ديال الحليب اللي ديجا درتو فوق من البوطه باش كيغلي. اول حاجه غادي ندمج البيض مع الكميه اللي عندي ديال سنيده، ومن بعد غادي نزيد عليها ثلاثه المعالق كبار ديال المايزينا من بعد ما نغربلوهم. طبعا هنا المايزينا كنزيدها مع السكر والبيض باش ما كتكور لياش، لان الا ضفتها على الحليب فكتكور واحد شويه. من الاحسن اننا نضيفوها على البيض، هكا كنضمنوا انها غادي تندمج مزيان، وخصوصا ان ما نزيدوهاش على الحليب وهو سخون. فمن بعد ما غلى ليا الحليب ديالي كنزيدو على الخليط ديال البيض السكر والمايزينا وكنحرك بسرعه باش ما كيطيب لياش البيض بالحراره ديال الحليب. كندمج كل شيء وكنولي كنرجع هذاك الخليط للكاسروله وكان ندير فوق من واحد العافيه اللي متوسطه وما كنزكاش من التحريك حتى كتعقد ليا الكريمه ديالي. هنا من بعد ما عقدت ليا الكريمه كنزيد عليها ديك الكميه ديال الشكلاط اللي عندنا، كنزيدها هي الاولى باش كتذوب ليا بالحراره ديال الكريمه. كنخلط جيدا حتى كيذوب الشكلاط تماما. من بعد ما داب ليا لو شوكولا ديالي غادي نزيد هذاك لو بو ديال الياغورت ونحرك حتى هو حتى يدمج. عادة باش من بعد نزيد الزبدة. الزبدة ضروري تكون نوعية جيدة باش ما كتنزلش ليا من لوغو ديال لاكريم، يعني فالزبدة الا كانت نوعية جيدة فالمذاق ديال الكريمة حتى هو كيجي كيكون زوين. من بعد ما دمجنا هذيك الكمية ديال الزبدة غادي نزيدو لو زيست ديال لو سيترون والعصير ديالنا. غادي ندمجهم حتى هما في الكريمه ديالي. شفتوا الكريمه كيفاش كتكون ليس وزوينه؟ وكآخر مرحله كنزيد واحد جوج او ثلاثه المعالق ديال اللوز اللي محمر ومطحون. فهاد اللوز صدقوني انه كيعطي اضافه رائعه للكريمه وكيغنيها. وهاد الكريمه فهي بديل مثالي للكريمه ديال الحامض الكلاسيكيه بالنسبه للناس اللي ما كيستحملوش لاسيديتي ديالها. فهاد الكريمه كيف ما قلت لكم كتبقى بديل مثالي. غادي نعمرها في واحد لابوش وغادي نحطها دو كوتي حتى نوجد لا ميزون بلاس ديالي ونتلاقاو. وكان هذا هو لو فون دو طارت ديالنا من بعد ما خرجناه من الفران. ما نحاولوش نقيسوه حتى كيبرد تماما
ومني كيبرد راه كيولي سهل التعامل معاه، فكنحركوه كيف ما بغينا، ما كنخافوش منه انه يتهرس. وبالنسبه للجوانب، الى بان لينا بان كاينه شي جهه طالعه على جهه او لا، يعني ماشي في داك الشكل اللي حنا بغينا، فكناخدو غير واحد السكين وكنبداو بحال الا كنجروه كيف ما كيبان لكم في لا فيديو. من بعد ما كنساليو من لا فينيسيون ديالو، كنعمرو لو فون ديالنا بلا كريم، كندير واحد الكميه اللي لا باس بها، وكنسويو السطح ونغطيوها بواحد لو فيلم اليمونتير وندخلوها للثلاجة حتى كتقبط لينا لا كريم. ومن بعد غادي نبوشيو فوق منها ديك لا مورانغ ديالنا. كان هذا هو الشكل النهائي ديال لا تارتو سيترون مورانغ ديالنا. الى عجبتكم الوصفه كنتمنى انكم ديروا لايك وخليوا لي ان كومونتير، واللي مازال ما تابوناش يتابونا في لاشين ديالي. خليت لكم الراحه.